احنا ما يكون عندنا اي فيلم لافتتاح المهرجان، راح يكون هناك فيلم لافتتاح الجالة، يعني افتتاح العروض المسائية، واحنا عنا في يوم 13 اكتوبر في المؤتمر الصحفي ما يتعلق بالمسائل المصرية. كنا نعرف انه يعني على مدى السنوات الماضية احنا حرصنا باعتبارنا مهرجان دولي في مصر ان يكون عندنا مساهمة مصرية اوسع. وفي الدورة الاولى استطعنا استقطاب 6 افلام، كان بيناتها فيلم في مسابقة الافلام الطويلة، وكان فيلم في الوثائق الطويل، واثنين مصرية، وفيلمين خارج المسابقة. السنوات اللي لحقت الدورة الاولى المساهمة المصرية كانت اقل واقل، واحنا نعتمد على مقولة أنه المهرجان لا يصنع الأفلام، المهرجان يعرض الأفلام. إذا كان هناك إنتاج سينمائي واسع، وإذا استطعنا أنه نستقطب هذه الأفلام إن راح نكون قادرين على عرضها، لأنه مثل ما نعرف أنه إحنا نتصارع على الأفلام مع مهرجانات رائعة وكبيرة مثل مهرجان القاهرة ومهرجان قرطاج ومهرجان مراكش، وانتمى أن مهرجان البحر الأحمر الآن. فبالتالي مو كل الأفلام اللي إحنا نسعى لها حصلها، لكن هذا العام توفقنا وأصبحنا قادرين على استقطاب 7 أفلام مصرية، ما بينها 2 بالوثائقي و2 روائي طويل، و1 خارج المسابقة، و2 قصير. فبالتالي احنا نقول انه عندنا حصة الاسد في السينما المصرية اللي راح تكون هذا العام.